الآن إلى الأحوال الجوية والطقس. رجائي رمزي من جديد. رجائي. شكرا محمد، شكرا نور. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وذلك على كافة الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى. في القاهرة 34، أما الصغرى 23 طقس حار، الإسكندرية 29-22، مطروح 28-22، بورسعيد 30-23، أما الإسماعيلية العظمى فيها 35 والصغرى 22، محافظة السويس العظمى فيها 34، أما الصغرى 23، العريش 30-22، طابة 35-26، شرم الشيخ 38-28، أما الغردقة العظمى فيها 39 والصغرى 28، محافظة الأقصر العظمى فيها 39 الصغرى فيها 27، أسوان 39-28، الوادي الجديد 38-28، شلاتين 36-27، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 28. الآن المشاهدين نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.